والثيوفين واخذنا تفاعلاتهم وتحضيرهم. اليوم راح ناخذ ان شاء الله، اول بالعفو بذيك المحاضره اخذنا الحلقات السداسيه غير المتجانسه، واخذنا عليها مثل واحد هو البريدين، واللي بيه ذره نيتروجين واحده غير متجانسه، والباقي الذرات كلها كربون. واخذنا شلون تحضير البريدين والبايكولين وشلون الدريفيتيف مالته. اليوم راح ناخذ رياكشن اوف بريدين، تفاعلات البريدين. طلعوا صفحه رقم 3 بالملزم، كلكم وياي على صفحه رقم 3 حتى تتابعون وياي، نشرح الدرس وتتابعون وياي. الرياكشنز اوف بريدين، the chemical properties of بريدين are those we would expect on the basis of its structure. يعني يقول لك الخواص الكيميائيه، الفيزيكال بروبرتي، الكيميكال بروبرتيز للبريدين هي جايه منين؟ من خاصيه واحده اللي هي القاعديه، قاعديه البريدين، من خلال الحلقه السداسيه مال البريدين اللي تحتوي على N، والN ايش عليه؟ هذه ذره النيتروجين ايش بيها؟ بيها مزدوج الكتروني، هذا من النقطتين، هذه مو نقاط، هي مزدوجات مزدوج الكتروني. اي ماده تحتوي على مزدوجات الكترونيه تعتبر قاعده، هاي بنتهين منها. والحامض يعطي اتش بروتون اتش زائد. فالبريدين طالما يحوي هذا المزدوج الالكتروني، شنو خواصه الكيميائيه؟ يطغى عليها القاعديه بيزك اور وي ويد اكسبكت، يعني يجب ان نتوقع اون ذا بيزز اوف اتس ستراكشر، من خلال تركيبه او تشكيله القاعدي. The ring undergo، وياي بصفحة رقم 3، the ring يعني الحلقة، the ring undergoes the substitution both electrophilic and nucleophilic. يقول حلقة البريدين تروح تعويض، احنا قلنا اكو فرق بين التعويض وبين الإضافة. من نضيف شو نسوي؟ ندمر الـ تدمر الـ يصبح نون اروماتيك، تدمر الصف الاروماتي يصبح سايكلو. بس من تعوض تشلع هيدروجين تخلي مكانه مجموعة NO2، تشعل NO2 تخلي مكانها مجموعة أخرى، تعويض. توخر الهيدروجين تخلي مكان مجموعة، فتوخر المجموعة المضافة تخلي مجموعة أخرى، فهذا يسمى substitution. فممكن أن نسوي له substitution reaction بالالكتروفيليك، المهاجمات الالكتروفيلية اللي هي تحمل الشحنة الموجبة، والنيوكليوفيليك المهاجمات أو الريأجنت، النيوكليوفيليك الريأجنت اللي تحمل الشحنة السالبة أو تحمل المزدوجات الإلكترونية. إذن both substitution both electrophilic and nucleophilic typical of aromatic rings. يعني حلقة البريدين تأخذ التفاعلات الإلكتروفيلية وتأخذ التفاعلات النيوكليوفيلية حالة حال باقي الحلقات الأروماتية، حلقة البنزين الأروماتية، وان يعني اختلفت السرعه بالاضافه او الظروف اللي نضيف بها، يعني كانت تكون ظروف قاسيه او ظروف مثاليه، او يكون الاضافه التعويض يكون بصعوبه، بس هي نفس الحلقه الاروماتيه للبنزين. تايبيكال اوف اروماتيك رينجز، مثل الحلقات الاروماتيه الاخرى، رينجز شوف جمع. اور انترست ويل لاي تشيفلي ان ذا واي ذا نيتروجين اتوم effect this in these reactions. هنا شو يقول؟ يقول انه كل هذا يخضع لوجود ذره النيتروجين، بل يعني التفاعل الالكتروفيلي والتفاعل النيوكليوفيلي، يعني الاضافه الالكتروفيليه والاضافه النيوكليوفيليه، منو تتحكم بها او منو تاثر على الاضافه هذه؟ تاثر ذره النيتروجين الموجوده في الشكل الهندسي او في الستركتشر اوف ذا بريدنج بريدين. There is another set of reactions. بالإضافة إلى ذلك، يقولها أكو مجموعة من التفاعلات الأخرى. In which بريدين acts as base or nucleophilic. بالإضافة للتفاعل الإلكتروفيلي، أكو تفاعلات يشترك بها البريدين حلقة على شكل قاعدة. يعني مو تعويضي. مو تعويض الكتروفيل، او هو كل البريدين يصير قاعده يروح يهجم على مكان اخر من خلال ذره النيتروجين، او من خلال هذا المزدوج الالكتروني يتبرع به، تنضاف الحلقه كلها كلها هي والنيتروجين مالها على شكل نيوكليوفيل. يعني بالاضافه للتفاعلات الالكتروفيليه والتفاعلات النيوكليوفيليه اللي هي سبستيوشن التعويض، يمكن انه البريدين من خلال وجود
ذرة النيتروجين وعليها المزدوج الإلكتروني يهجم أو يكون على شكل قاعدي. Those three actions involve nitrogen directly. شوف هنا التفاعلات هذه. Those reactions involve تتضمن نيتروجين اتوم دايركتلي، يصير التفاعل على ذرة النيتروجين مباشرة، يعني هي مزدوج الكتروني تعطيه ويصير حلقة كاملة تنضاف هي ونيتروجينها. And are due to the unshared pair of electrons. ويعود ذلك إلى المزدوج الإلكتروني الغير المشارك في ذرة النيتروجين. هنا نجي عاد، هنا هذه مقدمة. نجي أولا أي الكتروفيليك سبستيوشن إن بريدين، التعويض الإلكتروفيلي في على حلقة البريدين. وإحنا قلنا شنو الإلكتروفيلي؟ يعني المهاجم يحمل شحنة موجبة. المهاجم السنسون أو الأيون المهاجم يحمل شحنة موجبة اللي هو واي أو NO2 أو NO3 أو أي، يحمل شحنة موجبة. هذا اللي يحمل شحنة موجبة إلكتروفيليك. اللي يحمل شحنة سالبة شنو؟ نيوكليوفيليك. هذا الإلكتروفيليك هو اللي يهجم على حلقة البريدين. فهو موجب، إيش لازم يلقي قدامه؟ لازم يلقي شحنة موجبة، شحنة سالبة على البريدين. على أي ضلع؟ مو شرط على الأين نفسها، على الضلع اليمنى اليسرى البارة الأورثو، يريد شحنة سالبة حتى هو موجب يصير وينضاف على الحلقة إضافة substitution. إذن electrophilic substitution in bleeding. Toward electrophilic substitution resemble a highly deactivated benzene derivative. يعني يقول لك حلقة البريدين تشبه مشتقات البنزين، مو حلقة البنزين وحدها، مو حلقة البنزين المعوضة مشتق derivative. كانت تكون معوضة بـ NO2، كانت تكون معوضة بـ CL أو BR أو أي مجموعة أخرى. فيصير التعويض على الحلقة مال البنزين المعوضة يشبه التعويض على حلقة البريدين. شوف resemble a highly deactivated benzene derivative. It is undergo nitration. شوف nitration نيترة اللي أخذناها بالكورس الأول. And sulfonation السلفنة أضفنا مجموعة SO3H. And halogenation only under very vigorous condition. ممكن يروح نيتريشن مثل البنزين، ممكن يروح هالوجينيشن مثل البنزين نضيف له هالوجين CL BR، أو يروح مثل ما قلنا سلفونيشن نضيف له مجموعة سلفون. بس ولكن شنو؟ مو بسهولة. Under very vigorous condition، تحت ظروف شاقة أو ظروف vigorous condition، ظروف شاقة أو ظروف صعبة. ليش؟ لان قلنا الالكتروفيل الواي الموجب او شيء يحتاج شحنه سالبه على اضلع باي مكان يهجم بها، الاورثو او الباره او الميتا على حلقه البريدين، يحتاج شحنه سالبه حتى يتصل الواي الموجب ويا الشحنه السالبه يكون اثره وتنتهي المشكله. هنا ليش بظروف صعبه مثل البنزين؟ البنزين هي تعتبر مصدر للالكترونات، حلقه مصمته وبها ست الكترونات تفترسها والريزونانس من اي مكان يهجم الواي زائد يلقى الكترونات. هنا لا، هنا الالكترونات وين مسحوبه؟ باتجاه ذره النيتروجين. فالشحن السالب وين صارت؟ على الجدران، تصير ضعيفه. وهو الايون ايضا موجب شيء، يريد شحنه قويه سالبه حتى يرتبط معها. فتشوف هنا تصير الظروف صعبه، فيجرس كونديشن، لازم نوفر بيئه قوية حتى نقدر نضيف، نسوي عملية نيتريشن أو عملية سلفونيشن أو عملية هالوجينيشن على ذرة على جزيئة أو على حلقة البريدين بسبب وجود ذرة النيتروجين اللي تسحب المزدوجات الإلكترونية وتسحب الشحنات الإلكترونية بفضل شنو؟ سالبيتها الكهربائية العالية، فتخلى الشحنة السالبة على الحلقة، باقي الجدران تكون ضعيفة، ولهذا يحتاج ظروف خاصة. صفحة 4 وياي، صفحة 4 شباب. Substitution التعويض occurs chiefly at the 3 position. يقول هنا التعويض يحدث وين؟ في موقع 3، في position 3. قد يصير في position 2 ولكن بصعوبة. بس التعويض الالكتروفيلي إذا نحكي معنا النيوكليوفيلي، لأن أكو فرق بين التعويض النيوكليوفيلي وتعويض الالكتروفيلي. هسا نحن إذا نحكي على الالكتروفيلي، على الواي الزائد اللي هاجم حلقة البريدين، وين يجي انضاف بشكل رئيسي؟ في بوزيشن 3، في موقع 3. مثل عندك هنا المعادلة الأولى. يعني دكتور، نعم
آه بلا دكتور يعني اي تعويض الكترولي في لي دائما يكون على موقع 3؟ على موقع 3، على نعم كل شيء دكتور. يكون مور ستيبل، اكثر استقراريه اكثر يكون فيه. استقرارا من المواقع الاخرى. نعم قد يكون في موقع 2 ولكن بصعوبه الظروف تمام خاصه، دكتور، تمام دكتور. يعني لازم نشغل موضع 3، نشغله في مجموعه معينه ونسوي التعويض الالكتروفيلي وين بالموضع رقم 2، بعدين نشيل هذه المجموعه نوخرها حتى نحصل على الريد. فظروف شويه شاقه. اذا التعويض يجي ببوزيشن 3، التعويض الالكتروفيلي. شوف هنا عندك بريدين، حلقه البريدين هذا المعادله اللي فوق، وهي كي ان او 3 بوجود الاتش 2 او 4 درجه حراره 300 درجه مئويه، ينتج عندنا 3 نيترو بريدين انضافت وين؟ في بوزيشن 3. والمعادله الجوهريه ايضا نفس الشيء، بريدين بوجود اتش 2 او 4 و350 شويه درجه حراره عاليه، تنضاف مجموعه السلفون وين؟ في بوزيشن 3، فيصير 3 بريدين سلفونيك اسيد. وكذلك هنا البي ار بالمعادله الاخيره، بي ار بريدين زائد بي ار 2 بدرجه حراره 300، ينتج عندنا اضافتين. اما تكون 3 برومو بريدين او 3 5 برو داي برومو بريدين، ممكن يصير الاضافتين بمكانين بثلاثه وبخمسه اللي هن متشابهات تقريبا. بينما عندك المعادله الاخيره اللي هي بريدين زائد ار اكس اور ار سي دبل بوند او اكس نو رياكشن بوجود الاير، هذا شو يسمونه؟ يسمونه فريديال كرافت رياكشن، وهي الار اكس اضافه الار يعني مجموعه الكيل نضيف لحلقه البريدين، او مجموعه اسيل اللي هي ار سي دبل بوند او نضيف لحلقه البريدين وجود اي ال سي ال 3. هنا يقول نو رياكشن، ليش نو رياكشن؟ هنا شوف الشرح، يقول فروم ذا ليتر رياكشن التفاعل الاخير the pyridine does not undergo the Friedel Kraft reaction at all، نهائيا ما يروح. Let us we see if we can account for the reactivity and orientation، نقدر نحسب التوزيع الالكتروني on our usual basis of stability of the intermediate ion، لان احنا من تريد تعوض لازم اكو حاله انتقاليه، الحاله الانتقاليه ايش قد تكون مستقره يصير التعويض بسهوله. الحالة الانتقالية ايش قد تكون unstable يصير التعويض بصعوبة او ما يتم نهائيا. Attack at position 4، attack at position 4 yields a carbonium ion that is a hybrid of structure 1 2 3 بالصفحة اللاحقة. بس قبل لا نروح على الصفحة اللاحقة، ليش هذا ما يصير هنا التفاعل؟ شنو السبب؟ انا اقول لكم الار اكس، الار اكس دي فوق السهام، يعني ار سي ال هي مثلا الاكس اللي هو سي ال او بي ار، ار بي ار المزدوج الالكتروني مال هذا الاصل اللي بين الار اللي هي تمثل مثلا سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي ال. المزدوج الالكتروني هذا الاصل وين يتجه؟ باتجاه وين؟ يتجه باتجاه الهالوجين، باتجاه السي ال او باتجاه البي ار، لان شنو؟ اكثر سالبيه كهربائيه من الار. فش يصير بهالحاله؟ الار تصير شحنتها الموجبه شنو؟ قويه، تصير يعني مور بوزيتيف تشارج، قويه على الار. وهنا بالبريدين حلقه البريدين شير الشحنه السالبه القويه، شحنه الشحنه الموجبه القويه شو تريد؟ تريد شحنه سالبه قويه حتى ترتبط بها. البريدين هو اساسا شحنته السالبه قليله، ليش؟ لان النيتروجين ماخذ الالكترونات باتجاهه للاسفل، فالشحنة السالبة الموجودة على حلقة البريدين ضعيفة، وهذه شحنة سالبة موجبة قوية، ضعيف بقوي ما يصير ارتباط، لازم ضعيف بضعيف ممكن أو قوي بقوي ممكن. شوف شلون، فهنا هنا الشحنة السالبة قوية، الشحنة السالبة العفو ضعيفة على البريدين، والشحنة الموجبة قوية وين؟ على الأر، فما يصير الارتباط. زين، ولهذا ما يصير فريديال كرافت على حلقة البريدين. يقول التاك، نهاية الصفحة، التاك at the four position yields carbonium ion that is a hybrid of structure 1 2 and 3. الهجوم على الموقع 4 في حلقة البريدين راح يعطينا ثلاث مواقع او ثلاث ريزونانسات او ثلاث اشكال هجينة، اللي هم الاول هذا والثاني والثالث. شوف هذا الاول هنا، هذا هنا، هذا الشكل الاول، هذا واحد
وهذا الشكل الثاني وهذا الشكل الثالث. هذا نتيجة الريزونانس. يعني إذا جاء الواي، شوف الواي هنا، الواي هذا الواي هنا فوق في موضوع في موقع رقم 4، لو أخذنا النيتروجين 1 2 3 4 هذا الواي، الواي هو شنو؟ الكتروفيل. جاي سحب، سحب المزدوج الالكتروني بالحلقة هنا، أخذه هنا باتجاه سوى آسرة، وهذا الهيدروجين هو أساسا موجود، هذا الهيدروجين أساسا هو موجود. فش راح يصير؟ راح وين يصير الشحمة الالكترونات الموجب بالذرة الكربون المجاورة، فش تحمل شحنة موجبة، هاي واي زائد يصير، هذا بوزيتيف. هذا البوزيتيف مو على الهيدروجين، شوفوا انتبهوا عليه. مع الأسف لقيت يعني أغلبكم بالامتحان حاط له الشحنة بالميكانيكية على الهيدروجين، هي مو على الهيدروجين، على ذرة الكربون، على هاي ذرة الكربون هي هذا الشحنة الموجبة عليها. شوف لأن كانت مزدوج الكترون، المزدوج الكترون وين من أخذه؟ أخذ الواي، سوى ويا آسرة ويا الحلقة، ظل مكانه شنو المزدوج؟ مكان فارغ. فارغ شنو يعني؟ زائد بوزيتيف. هذا هنا شوف بهالحالة شو يسوي؟ المزدوج الالكتروني المجاور ويا ذره النيتروجين راح يجي حتى يعادل الشحنه الموجبه، يصير عندنا يتولد عندنا الشكل 2، هذا الشكل 2، هاي الشكل 2 اللي هو آسر مزدوجه من هذا الجانب اصلا مستمر للطرف الاخر، وتنتقل الآسر اللي الذره الشحنه الموجبه على الطرف الثاني على الاخر المقابل، حتى ولد حتى يتولد الشكل 3. شوف المزدوج الالكتروني المجاور بالجهه الثانيه من النيتروجين راح يعادل الشحنه الموجبه، فيصير عندنا آسرتين، وتصير الشحنه الموجبه وين بهالحاله؟ تستقر فوق ذره النيتروجين، وهي عندها مزدوج الكتروني راح يصير صم انستيبل. هو النيتروجين اساسا عنده مزدوج الكتروني ومن هناك شحنه موجبه، فيصير يعني الشحنه الموجبه مرات تصير ومرات يطفيها الشحن المزدوج الالكتروني، فتشوف يصير especially unstable، لأن النيتروجين يكون استقراره أكثر شنو؟ بوجود الإلكترونات، سالبيته الكهربائية عالية، فمن تكون عنده شحنة موجبة يكون unstable غير مستقر، بس من يكون عنده مزدوجات إلكترونات كاملة، مزدوجات إلكترونية كامل بناء الإلكتروني يكون more stable. هنا عنده شحة بالإلكترونات positive charge، إذن هو unstable، وكاتب لك especially انستيبل. اذا شنو هسه التعويض اللي عندنا صار بالموقع 4؟ انستيبل، لان الشحن الموجب وين جت؟ جت على النيتروجين، النيتروجين مو قدها، ما قدها يحمل شحنه موجبه، يريد شحنه سالبه، فتشوف الهجوم الالكتروفيلي على موقع 4 از انستيبل غير مستقر، فلهذا وين يصير الاضبط؟ يصير على رقم 3. جوا هذا يقول لك اتاك attack at the three position، على position 3 على موقع 3 yield an ion that is a hybrid of structures 4, 5 and 6 4 و 5 و 6 هذول الأشكال الثانية. هذا شوف هاي هذا الشكل 4 V وعلى يسارها I، وهذا الشكل 5 وهذا الشكل 6، هذول وين؟ على مزدوى على البوزيشن رقم 3. هذا لو نحسب النيتروجين رقم 1 المجاور 2 هنا 3. شوف هنا بهالحالة ايش راح يصير؟ نفس القرار، يجي الواي الموجب ياخذ اقرب مزدوج الكتروني هنا، يترك بمكانه شنو؟ شحنه موجبه على الطرف الثاني على 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 الكربون الثاني حتى يعادلها، يجي المزدوج الالكتروني هذا هنا هذا يصير بهذا حتى ينتج لنا الشكل الخامس. الشكل الخامس ايضا المزدوج الالكتروني راح يعادل الشحنه الموجب على يسار النيتروجين حتى ينتج لنا الشكل السادس، هو هذا واللي هو هذا شنو يقول؟ هذا this electrophilic attack at position 3 is more stable، اكثر. ليش؟ ليش more stable؟ هسه نشوف هنا يقول attack at position 2 resemble the attack at position 4. يعني يقول لك اكو واحد يسال يقول لك ليش ما الهجوم يصير على موقع 2؟ بالالكتروفيلات الهجوم على بوزيشن 4 نفس الهجوم على نفس الشيء، نفس على بوزيشن 2 مثل الهجوم على بوزيشن 4. يعني وين؟ يعني الشحنه الموجبه وين تجي؟ تجي على النيتروجين، وهذه غير مستقره. اذا الالكتروفيلات دائما تخرج وين؟ في بوزيشن 3.
هسه نجي ليش اكثر استقرار. جاست از اورثو يقول لك مثل ما الاورثو اتاك ليس بالبارة، يعني يقول لك الموقع اثنين مثل ما الاورثو يشبه الموقع البارة، موقع اثنين يشبه الموقع اربعه بوزيشن 2 ريسمبل ذا بوزيشن 4 لايك ذا اتاك ات اورثو ريسمبل ذا بارا، مثل الهجوم على موقع الاورثو يشبه موقع البارا. اتاك ان ذا بنزين all these structures are less stable، كل هذا اللي هم الرابع والثاني موقع على اربعه و2 بوزيشن 4 less stable than the corresponding ones of the attack on benzene. Because ليش؟ شنو السبب؟ يقول أقل من استقرارية البنزين. All these structures are less stable than the corresponding ones for the attack on benzene. البنزين حلقة مصمتة ما بها ذرة نيتروجين تأثر عليها ولا بها شيء، أي مكان يصير هو اللي يمشي. ولهذا هنا ليش ستيبل؟ لان وجود حرق ذره النيتروجين راح تاثر على التفاعل وتخل، وخاصه ليش ستيبل؟ من يكون المزدوج الالكترون على النيتروجين والشحنه الموجبه بنفس الوقت على النيتروجين، فيصير اختلال بالمركب او بالستركتشر فيصير ليش ستيبل. Because of the electron withdrawing by the nitrogen، يقول لك ليش بسبب وجود ذره النيتروجين، البنزين ما فيه ذره نيتروجين، ولهذا تشوف يصير عليه التفاعلات الالكتروفيليه بسهوله. اما هنا ما يصير لان موجود ذره النيتروجين راح تاثر على التفاعلات. As a result، كنتيجه لما اتقدم، بريدين اندرجو سبستيوشن مور سلولي ذان بنزين. هذا يجوز يجيك بالامتحان، هي الاكثر الكتروفيليك تعويض يصير ياهو البنزين لو البريدين، تقول البنزين. ليش؟ بسبب وجود ذره النيتروجين الموجودة راح تأثر على التفاعل، موجود ذرة البترول. يقول as a result pyridine undergoes substitution more slowly than benzene، أقل كفاءة وأبطأ من البنزين، البنزين يكون أسرع في الإضافة المهاجمات الإلكتروفيلية. Of these structures، من هذا بما تقدم فوق ذن الأشكال اثنين يعني الستة الفوق، of these structures اللي هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، يقول لك of these structure three، structure three is especially unstable. هذا منتهين منها، قلنا ليش unstable؟ لأن الشحنة الموجبة البوزيتيف تشارج موجودة على النيتروجين وبنفس الوقت موجود مزدوج الكترون، هذا ما شلون يقول؟ يقول حصانين ما يربطن على معلف، ما يحيشكم انتم، ما يصير شحنة موجبة ما تتم العملية فيصير unstable. Since it electronegative، since العفو the electronegative nitrogen atom has only six of electron، ويقول لك لماذا اقل؟ لان المزدوج الالكتروني اللي كمل الدوره السادسه 6 موجود عليها وهي تحمل شحنه موجبه، فراح يصير عدم استقرار بالشكل هذا. As a result attack at position 4 or position 2 is especially slow and substitution occurs immediately at the position 3. يعني بنتيجة لما تقدم أن الهجوم الإلكتروفيلي أو التعويض الإلكتروفيلي على position 2 و 4 اللي هم متشابهين قلنا يكون أقل أو قليل أو بطيء، بينما بشكل عام أو غالباً probably يكون at position 3 الهجوم الإلكتروفيلي. واضح له أكو سؤال شباب؟ يعني واضح. واضحة دكتور. واضحة ومستقرة. هسه نجي على الشق الثاني من المحاضرة اللي هو نيوكليوفيليك سبستيوشن. النيوكليوفيليك هناك الالكتروفيليك عرف له وين يجي، منها المستقر ومن الغير مستقر. قلنا الاسبيشالي المستقر هو يكون على بوزيشن 3. بوزيشن 4 وبوزيشن 2 اللي هم متشابهين يكون انستيبل. هذا الالكتروفيل. هنا النيوكليوفيل بالعكس راح يصير. هسه نشوف. يقول here is an electrophilic substitution، هنا فوق شوف بالصفحة رقم 6 وياي انتو، nucleophilic substitution in بريدين، التعويض النيوكليوفيلي في حلقة البريدين. here as an electrophilic substitution the بريدين ring resemble benzene ring that contains strongly electron withdrawing group.
يقول هنا البريدين بالهجوم النيوكليوفيلي تشبه مين؟ تشبه حلقة البنزين المعوضة بمجموعة ساحبة للإلكترونات. هنا بالبريدين من الساحب للإلكترونات؟ النيتروجين. البنزين إذا كان معوض مثلا مجموعة ان او 2 مثل نيترو بنزين، أو معوض بمجموعة سي ال، هذه أيضا ساحب الإلكترونات، تصير كلورو بنزين أو برومو بنزين. الهجوم النيوكليوفيلي على حلقة البريدين يشبه الهجوم الإلكتروفيلي على حلقة البنزين المعوضة بهذه المجموعات. بالضبط. لأن شنو النيوكليوفيل هنا شنو؟ النيوكليوفيل يجي أيون يحمل شحنة سالبة، عنده إلكترونات، فشو يريد مقابله؟ يريد شحنة موجبة على الحلقة. شقد تكون الشحنة الموجبة على الحلقة قوية يصير الهجوم بسرعة، شقد تكون الشحنة الموجبة على الحلقة ضعيفة يكون الهجوم بطيء. زين نرجع نقول here as an electrophilic substitution the pyridine ring resemble a benzene ring at the that contains centrally electron with the ground group. A nucleophilic substitution takes place readily particularly at the position 2 and position 4. الالكتروفيلي وين صار؟ على بوزيشن 3 اللي يحمل الشحنه الموجبه. هنا والضعيف يا هو الضعيف اول قليل بوزيشن 2 بوزيشن 4. هنا النيوكليوفيل بالعكس يجي وين؟ على بوزيشن 4 وبوزيشن 2 عكس الالكتروفيل بالضبط. وهسه نجي نشوف هنا عندك فور اكزامبل اكزامبل عندك هنا هذا 2 برومو بريدين معادله نخليه نفاعلها ويا الامونيا ان اتش 3 بدرجة حرارة إلى 100 إلى 200 ينتج عندنا أمينو 2 أمينو بريدين. شوف التعويض صار هنا من التعويض انشلع البروم كله طلع ذرة البروم طلعت وخلينا مكان NH2 عوضنا. وكذلك نفس الشيء هنا 2 كلورو بريدين على هنا شوف الأول على الأول على بوزيشن 2 الثاني على بوزيشن 4. هناك بنعطيك مثلا احنا مو قلنا يتشابه البريدين العفو الرقم 4 ورقم 2 يتشابهون نفس الشيء. بينما بالالكتروفيل بس رقم 3 بوزيشن رقم 3 هنا اضحك عليه. هنا بنعطيك بالمعادله الاولى بوزيشن 2 2 بروم البروم وين معوضه؟ بوزيشن 2 2 بروم وبريدين ويا الامونيا بدرجه حراره 108 الى 100 الى 200 ينطينا 2 امينو بريدين تعوضت مكان شلعنا او سوى ديسبليسمنت اوف بروم اند تيك ان اتش 2 وذ بليس ات. دكتور يعني مو ها شلون؟ دكتور يعني مو اثنين بنفس اللحظه اثنين واربعه لا واحده هو من هي... لا هو الفوق اثنين والجوة أربعة. شوف اثنين بوزيشن 2 يعني الفوق اثنين برومو والجوة أربعة كلورو يعني معادلتين تختلف معادلتين يعني واحد تختلف عن الأخرى. دكتور عبيد نعم يعني حسب الهالوجين الموجود إذا كان موجود موقع اثنين نضيف هنا على موقع اثنين إذا كان أربعة على موقع أربعة هو يصير تعويض تعويض يعني نعطيك مثل احنا مو قلنا يصير التعويض اما باربعه او اثنين لانهم متشابهات. نعطيك المعادله نعم. الاولى نعطيك المعادله الاولى التعويض وين؟ على بوزيشن 2 والمعادله الثانيه بوزيشن 4 فوق. تمام دكتور يعني اثنين هم يصير بهم تعويض ونفس الماده وبنفس درجه الحراره انه بس يعني انت مو عندك ذول ممزوجين سوى البرومو والكلورو لا انت جبت برومو اثنين برومو بريدين مركب صليب وحد ما له علاقه بالفور كلورو. جيت اجريت عليه تجربه جبت محلول الامونيا خليته بالبيكر او بهذا الريفلكس وجبت درجه الحراره الهوت بليت وقدته على 180 على 200 ويصير ريفلكس فد ساعه ساعتين يترسب عندك اثنين امينو بريدين. حصلت انت هذه ما لها علاقه هذه معادله واحده حصلت تاخذ الاثنين امينو بريدين تروح تسوي له تحليل اي ار ان ام ار حتى تثبت. بينما هنا تجي تقول لأ انا اريد اشوف الموقع اربعه ايضا تجيب حلقه بريدين معوضه بسي ال كلور في بوزيشن 4 وايضا تخلي نفس الظروف ان اتش 3 وتخلي لها درجه حراره 108 الى 200 ويطلع عندك ايضا اثنين امينو بريدين يختلف عن الاولي يعني الاثنين امينو يختلف عن الاثنين امينو بدرجه الغليان وبدرجه الانهيار
وبل ترتيب الاخرى الكبار يطلع لك هذا الشيء. تمام دكتور وضحت. زين عافيه. ذري اكتيفيتي الهالوجين مو ثابت شلون اسمه؟ تفضلي دكتور. الهالوجين ممكن يتغير يعني موقع اثنين، ممكن اغير البي ار خلي مثلا الفلور او غيره لو ما يصير. كيف ممكن؟ ممكن ممكن يصير ممكن انه تخلي البروم وكلور انت حسب المركب اللي عندك اللي انت تريد تستخدمه، اما يكون بروم او يكون كلور او يكون فلور اي اي او يود اي من الهالوجينات ات مور ايزلي تو اتاك تو بريدين رينج لانه يحمل شحنه سالبه قويه، فتشوف يصير التعويض بسهوله. بس احنا ناش نسوي نعوض؟ احنا جايب لك اني مثل من المصدر مالته اثنين بروم وبريدين وذ ان اتش 3 نفعل ويا الامونيا ينطينا اثنين امينو بريدين، هذا تفاعل واحد انتهى الموقع بوزيشن 2. وايضا بوزيشن 4 حتى نبرهن انه يصير التفاعل عندنا بوزيشن 4 وبوزيشن 2. بوزيشن 4 اخذنا مركب 4 كلورو بريدين ايضا وذ امونيا سوليوشن بدرجه حراره 180 الى 200 سنتيغريد ينتج عندنا 4 امينو بريدين. مركب اخر له خواصه له طيفه معين، سواء تسوي له طيف ماس سبكتروسكوبي او اي ار او يو في او اي تحليل اخر حتى نثبت عندنا مركبين. The reactivity of بريدين toward the nucleophilic substitution is so great that even the powerfully basic hybrid ion H ناقص يعني H نيجاتيف. يعني يقول لك شلون هنا؟ يقول لك قوة حلقة البريدين من تريد تعوضها بمجموعة سالبة النيوكليوفيليك. احنا مودرن نحكي عن النيوكليوفيليك. النيوكليوفيليك شنو؟ مجموعة سالبة. شو تريد المجموعة السالبة؟ لازم تريد مجموعة شحنة موجبة وين؟ على الحلقة في بوزيشن 4 أو بوزيشن 2 أو بوزيشن أي اسمه. هنا إذا تجيب مجموعة سالبة قوية ممكن أنه لازم شو تسوي؟ تشلع الهيدروجين مثل ما هسه شلعنا الكلور وخلينا نقول باللغة العامية، وشلعنا البروم وخلينا مكانه NH2، وهنا الكلور وخلينا مكانه NH2. هنا لازم شو نسوي إذا ماكو؟ أنا أريد أعوض على بريدين بس، ما بي معوض، ما بي لا CL ولا H ولا بريدين حلقة واحدة، وأريد أخلي المكان معها NH2. شو أسوي لازم هنا؟ لازم أوخر هيدروجين على شكل هيدريد. هيدريد أيون، يعني شنو الهيدريد؟ الهيدريد H نيجاتيف يحمل مزدوج الكتروني. احنا بر الحوامض من كنا نقول تعطي بروتون، يعني شنو H بوزيتيف، يعني ينطي هيدروجين بدون الكترونات. هنا شلون حتى نجيب النيوكليوفيل؟ لازم نوخر هيدروجين مع الكتروناته حتى شو نسوي؟ نجيب الالكتروفيل مالنا اللي هو يحمل مزدوج الكتروني يصير مكانه. هذا الهيدروجين ال H نيجاتيف شو نسميه؟ نسميه هيدريد. هيدريد ايون، فيراد لنا شنو؟ يراد لنا نيوكليوفيليك قوي، باورفل نيوكليوفيليك تو ديسبليسمنت هيدريد ايون فروم ذا بريدين رينج. تفهموني شلون؟ يعني انت مو بسهوله تجيب النيوكليوفيل تخليه يتعوض تطلع لك هيدروجين ويروح، لا لازم تجيب الهيدريد المالتك العفو النيوكليوفيل قوي بحيث يزيح الهيدريد من مكانه ويصير مكانه. شوف يقول لك the reactivity القوة of بريدين toward قوة البريدين toward حتى يستقبل النيوكليوفيل substitution is so great، يعني لها من العظمة خلينا نقول أو لها من القوة، that even the powerfully basic هيدريد ايون أنه تصير displacement can be displaced تزيح H negative من مكانه ويصير النيوكليوفيليك مكانه. واضح مو هيجي؟ تشلع الهيدروجين هو والالكتروناته، يطلع الهيدروجين هو والالكترونات مالته، يجي منه يحل مكانه النيوكليوفيل هو والالكتروناته على حلقه البريدين. هناك بالتفاعل هذول الاثنين اللي فوق البرومو بريدين والكلورو شلنا منه، خلينا الهيدروجين شو اسمه الكلور هو والالكتروناته وخلينا ال NH2، والبروم هو هنا بالعكس ما عندنا، عندنا ذره بريدين موجوده وحدها او العفو حلقه بريدين. لازم شو نسوي؟ نشلع او نسوي ديسبليسمنت او نسوي اليمنيشن ازاحه للH ماينس
اتش نيجاتيف ونخلي الهيدريد النيكلو اوف نيكما. هذا التفاعل شو يسمونه؟ يسمونه تشيتشي بابان رياكشن. احفظوه، تشيتشي بابان رياكشن، تشيتشي بابان رياكشن. يعني اذا جاك بالامتحان اجري لي تشيتشي بابان رياكشن فور ذا بيريدين رينج، تكتب هذا التفاعل. تشيتشي بابان رياكشن هو تشيتشي، طبعا هذا اسم العالم اللي اكتشف هذا التفاعل وسموه باسمه. كان بيد ديسبليست، يعني الهيدريد الاتش ناقص يعني اتش اتش نيجاتيف ديسبليست يحل محل النيوكليوفيل. تو عندنا هنا يقول لك تو امبورتنت امايد، عندنا شكلين من التفاعلات، تفاعلين هنا منطينك اياهم يسمونه تشيتشي بابان رياكشن منطينتين. And alkylation or arylation by organolithium compounds. أما نقول لك هنا نطين الأمايد الصوديوم أمايد نضيفه على حلقة البريدين، أو نطينه arylation or organolation lithium بالنسبة لنا نطينه ليثيوم بنزين بالتفاعل الثاني. شوف هسا عندو دحقوا علي هنا شباب بآخر الصفحة، بآخر الصفحة هذا التفاعل، هذا التفاعل تشيتشي بابان هذا. شوف حلقة بريدين ويا دحقوا تابعوا ويا حلقة بريدين نضيف لها NaNH2 صوديوم أمايد، صوديوم أمايد with heating بالتسخين راح يعطينا intermediate structure أو transition state، حالة انتقالية. شوف هنا هذا NH2 جوين هجم على 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 التوالي، خلينا نقول الشحن الضعيف الموجب الموجب هنا ارتبط وياها. شو راح يسوي؟ راح الهيدروجين هذا ينزح هو والإلكترونات يطلع برا، ونضيف له access of NH2 NH3 أمونيا ينطينا بنزين حلقة بريدين مرتبط وياها NH2. وهذا ممكن أنه يرجع مرة ثانية التفاعل، ويرجع مرة ثانية التفاعل reversible الناتج ها، ينطينا غاز الهيدروجين على شكل غاز، وينطينا تفاعل صوديوم salt of 2 أمينو بريدين. هذا يسمونه تفاعل تشيتشي بابان، هذا التفاعل الأول. التفاعل الثاني دكتور ها واحد 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 يلا يا يلا يا منوها عندي سؤال، عندي سؤال اسالي اسالي دكتور ممكن تعيده شوية تشرحه شلون شلون بس التفاعل بس التفاعل التفاعل اي هلا دكتور هلا دكتور اهلا حياك الله يحفظك شلونكم اهلا مرحبا اهلا مرحبا دكتور الله ان شاء الله الصحه والعافيه دكتور عبد عذرا على المقاطعه بس انا صورت الحضور طبعا تقريبا نصف المرحله ما حاضره مع انه احنا اكدنا عليهم محاضره البارحه راح ارسل الاسماء اللي صورتها لحضرتك هذول تعتبر لهم اليوم كويز من خمس درجات والبقيه اسماء اللي ما حاضرين فقط الاسماء اللي راح تظهر دكتور صار بارك الله بك الله يحفظك ودائما كل محاضرة دكتور حتى لو تختار أسماء لأنه ممكن من ضمن الحضور حاليا يجوز هو بس فاتح الميتينج ومغادر استختار أسماء عشوائية وتسألهم حضرتك يعني أي سؤال يخص المحاضرة إن شاء الله دكتور. إن شاء الله دكتور بارك الله بك الله يحفظك وبيك دكتور وبيك دكتور يلا السلام عليكم يا مرحبا يا مرحبا سمعتوا المعاون العلمي عنده توجيه يعني هذا توبيخ للشباب المحضرة ويعني احنا ومعاون العميد ومدرس المادة وطلاب وقاعدين وانترنت وعايفين على مودي يستفيدون الحضور 46 من اصل 104 فلا يجوز يعني الطالب ممكن نقبل بغياب 4 5 عذر مريض عنده ظروف ما عنده شغلات الانترنت يعبي له كرت يقعد على الاعدادات اذا فدنوب ويشوف المحاضره مالته ما يصير غياب جماعه هذا يعتبر وما مقبول سلمونا يعني انا احترامي للحضور مع ما نقول عدم احترام بس مع عتبي وزعلي على ما يحضرون واحنا تعبانين والمحاضره وهذه ما تكرر بعد المحاضره فان شاء الله بلال وين بلال نعم دكتور هذا الحكي مالته السيد المعاون العلمي ومالته توصلوا للطلاب اللي ما حضروا ان شاء الله دكتور راح نعتبر كويز ممتحنينهم وكل واحد ينقص منه خمس درجات
ان شاء الله دكتور. زين عين ان شاء الله حتى ما يتكرر منهم مره ثانيه الا عدم الحضور ان شاء الله. هو دكتور البارحة بلغنا بس ما عرفوا والله. احنا قاعد نطيب نشرح والرجال يعني مشكور دكتور ياسر عايف شغله وجاي يحضر ويانا المحاضره ويسمع لاجل فائده الطالب مو لاجل هو يقدر ما يجي بس يعني حتى نفيد الطالب حتى يقعد الطالب ويستمع ويستفيد من الماده فوق ما هي الكترونيه هم انه ما يحضر صعبه جدا صعبه. على كل من هو نهى سالتي نهى اي نعم دكتور ليش ضفنا ال NH3؟ هو مو ضفنا NH2 هو احنا نريد نضيف على حلقه البريدين مجموعه NH2 لا مو على التفاعل بالبدايه يعني بالخطوه الثانيه ضفنا NH3 ها حتى نزيد التفاعل يستمر لليمين نزود المتفاعلات الناتج اكثر ويستمر التفاعل ما ينقطع هذا 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 الاساس يعني التفاعل اول مره شوفي ال NH2 انتهت انطانا تفاعل قليل وبقى عندنا من البريدين موجود اكثر فنضيف النوب من ال NH3 حتى نزيد التفاعل يكثر عندنا الناتج النهائي ونحصل الماده اللي احنا نريدها. واضح؟ واضح دكتور واضح. يا هلا يا هلا هسويها يعني التفاعل. نعم رماح دكتور اثنين امين وباردين وراها ال NH2 هذا الناتج دحش إيه اثنين امينو بريدون بريدين اذا ضفنا لها النوب NH2 يطلع وياها ناتج عرضي وياها H2 هيدروجين سهم لي فوق هذا نفس الناتج هذا يعني الزياده تبقى على شكل NH2 شوفي مرات تكون NH2 NiNH2 ومرات تكون NH3 الزياده من الـ من الـ من الـ فتشوف تصير سهم مره ترجع هيك ومره ترجع الى ان نقطع التفاعل كل مكان عاد يقضب مكان ونحصل النتيجه اللي نريدها. تمام دكتور. التفاعل الثاني من تشي تشي بابا رياكشن اللي هو صفحه رقم 7 شباب صفحه رقم 7 بريدين زائد C6H5Li اللي هو هذا C6H5 حلقه بنزين سداسيه والLI ليثيوم يعني حلقة بنزين متصل بها ذرة ليثيوم ليثيوم بنزين أو نسميه فنايل ليثيوم أو نقدر نقول بنزين ليثيوم ممكن ويا الهيتينج يعني تسخين بسيط تشوف أيضا منها راح يهجم راح يهجم على الحلقة من يقدر يقول لي منها راح يهجم على الحلقة زينب البنزين زينب دينا بحسين حلقة بنزين دكتور البنزين لأنه نيوكليوفيلي سالب عافية هي إحنا شغلتنا نيوكليوفيلي هو نيوكليوفيلي بل راح يهجم الجزء السالب قوي نعم اللي هو C6H5 هو اللي راح يهجم على حلقة البريدين وين يجي؟ قلنا يجي على بوزيشن 2 لو على بوزيشن 4 هنا إحنا على بوزيشن 2 ف بوزيشن 2 أو 4 جت حلقة البنزين وين على C6H5 وين على بوزيشن 2 فانطتنا هاي الحاله الانتقاليه هاي شوف هنا ضحكوا عليه هذا الحاله الانتقاليه هذا بين قوسين اللي هي على شكل ايون ترانزيشن ستيت بعدين ورا دقيقتين ثلاثه يبدي يترسم عندنا هذا الاثنين اثنين بريدين فنايل بريدين اثنين دكتور نعم عادي يكون على موقع 4 ممكن نفس الشيء نعم. قلنا بوزيشن 2 وبوزيشن 4 متشابهات ريسمبل في النيوكليوفيل وبالبوزيشن 3 شنو بالالكتروفيل فممكن تصير بس هنا اختارين على موقع هو يعني المصدر الكتاب مختار بوزيشن 2 زين علي فهذا التفاعل الثاني هو ايضا تشيتشي بابان ولكن على فنايل ليثيوم هجمت حلقه البنزين على 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 حلقة البريدين انطتنا هذا المركب الوسطي بعدين ورا شوية ترسب عندنا اثنين فنايل بريدين بس سطر الجواه نيوكليوفيليك اتاك ات بوزيشن فورد يالدس اكاربينيان شوف اكاربينيان هنا راح يعطيك الميكانيكية او الريزونانس كاربينيان يعني شنو احنا عندنا شوف من نقول كربونيوم موجب من نقول كاربينيان سالب شوف اللفظ كربونيوم هذا موجب بوزيتيف
وكاربينيون يعني نيجاتيف سالب. فيقول نيوكليوفيليك اتاك ات ذا بوزيشن فور بوزيشن يالدس ا كاربينيون ايون ذات از ا هايبريد اوف ستراكشرز 1 و2 اند 3. منطقي هذولي هذا نعم شوف هنا منطق شلون حلقه بريدين ويا زد اللي زد هو اللي هو هسه مثل ما شفنا اللي هو ال NH2 او ال C6H5 حلقه البنزين اللي تحمل شحنه سالبه. هذا الزد هو الايون السالب او النيوكليوفيل السالب راح يهجم على بوزيشن 4 او يهجم على بوزيشن 2 نفس الشيء. بس هنا راح يسوي لك مقارنه بهذا الشكلين، الهجوم على بوزيشن 4 والهجوم على بوزيشن 3. ليش راح يطلع الهجوم على بوزيشن 4 اكثر استقرار؟ شوف هذا الاول على بوزيشن 4 بريدين، تبعوا يا رجاء بريدين زائدا زد ماينس او زد نيجاتيف نيوكليوفيليك ريجنت اللي هو ينتج عندنا الحق الشكل الريزونانسي او الهايبريد ستراكشر رقم 1. شوفوا هنا وين راح المزدوج جالي نيوكليوفيل ايش عنده مزدوج الكتروني، وين هجم على الحلقه بها مزدوجات الكترونيه. ايش راح يصير حتى تحافظ الحلقه على كيانها ما تتكسر او ما تتدمر؟ المزدوج الالكتروني المجاور للهجوم وين راح؟ طلع برا، صار خارج الحلقه. فتشوف هنا عندك المزدوج الالكتروني اللي انا كاتب لك اياه سالب، اي هذا لحقوا عليه، اي هذا هنا، هذا هنا مو على الهيدروجين، ارجو ان تنتبهون لهذا القضيه، مو على هذا، على الحلقه من الخارج، مزدوج الكتروني خارج الحلقه مو بداخله، مو على الهيدروجين. الهيدروجين واحد يعتبر طول ومتر بعيد عنها، ما لك علاقه، اصرب واحد. انطان الشكل رقم 1، بعدين بالريزونانس راح يفترع الجهه الثانيه ينطينا الشكل رقم 2، بالريزونانس الثالث ينطينا الشكل هذا اللي اسمه اصلا مزدوجه بين ذرات الكربون الاربعه. والشحن السالبه وين راح تستقر؟ راح تستقر على النيتروجين. فشوف النيتروجين بدل مزدوج الكتروني واحد صار عنده 4 الكترونز او 2 and shared pair of electrons، مزدوجين 2 and shared pair، 2 and shared pair يعني مزدوجين او زوجين عن 4 الكترونات. هذا وين؟ على ذره النيتروجين. ان ذره النيتروجين هي تدور للالكترونات دواره مثل ما يقولون، لان شنو؟ لان عندها سالبيه كهربائيه عاليه اكثر من الكربون، ولها تستقر من يصير عندها المزدوجات الالكترون. فيصير يقول لك سبيشال ستيبل، سبيشالي ستيبل يعني استقرار خاص او استقرار جيد. نيجاتيف تشارج او نيتروجين اتوم، هنا الاشاره السالبه وين؟ عن نيتروجين اتوم، وما مشكله. ولهذا يكون الهجوم النيوكليوفيلي على بوزيشن 4 is more stable than the attack of nucleophilic to position 3. وهسه نشوف هنا ليش جواها هذا الستار هنا بنص الصفحه nucleophilic attack at 3 position yield a carbonion that is a hybrid of structure 4 5 6. هذا الشكل الثاني، هذا البريدين يهجم عليه هذا النيوكليوفيل السالب على بوزيشن 3. شوف على بوزيشن 3 راح ينتج لنا الشكل 4، بعدين هو بالريزونانس ينطينا الشكل 5، بعدين بالريزونانس ينطينا الشكل 6. هذا الشكل البوزيشن 3 هسه نجي بالشرح ورا شويه، يقول لك as before attack at the position 2 resemble the attack at position 4. يقول لك احنا ما استخدمنا الهجوم النيوكليوفيلي على بوزيشن 2 لان نفس الهجوم النيوكليوفيلي على بوزيشن 4 ايضا تطلع الشحن السالبه وين؟ على ذره النيتروجين، فما ما يحتاج. بينما هنا بالبوزيشن 3 وين صارت الشحن السالبه؟ من يجاوبني؟ على الاتاك اوف النيوكليوفيل، من يجاوبني؟ يلا زينب. دكتور على بوزيشن 3 صارت على الكربون. عافية، صارت على الكربون الشحن السالبة. والكربون والكربون دائما يحب ان يكون شحنه موجب لانه سالبية كهربائية، ولهذا يصير انه غير مستقر هذا البوزيشن. هنا الشحن السالب هي على الكربون وليس على
وليس على النيتروجين. عافية بارك الله فيك. All these structures, جميع هذه الأشكال, all these structures are more stable than corresponding ones of attack on benzene derivative. يقول لك كل هذه الأشكال هي تكون أكثر استقرارية. الهجوم النيوكليوفيلي أكثر استقرارية من الهجوم النيوكليوفيلي على على مشتقات البنزين. شوف بالالكتروفيل, بالالكتروفيل أقل استقرارية, بينما بالنيوكليوفيل أكثر استقرارية. more stable the corresponding ones of attack of benzene derivative. ليش؟ because of the electron with the drawing by the nitrogen atom. يعني هنا وجود الذرة اللي تسحب المزدوجات الإلكترونية, وين موجودة؟ النيتروجين موجودة ضمن الهيكل مال البريدين, تسحب المزدوجات مال الحلقة وياها. بينما بمشتقات البنزين, حلقة بنزين إذا نخلي بيها NO2 وين يصير؟ خارج الحلقة, صحيح ولا لا؟ يصير خارج الحلقة NO2 أو CL أو بيها. ولهذا يكون البريدين هنا حلقة ذرة النيتروجين تسحب المزدوجات بس ما تبعدها ضمن الحلقة. تشوف شلون تصير قريبة, ولهذا يصير مور ستيبل هنا بالهجوم النيوكليوفيلي من مشتقات البنزين. زين. Is a special stable since the nitrogen, the negative charge is located on the atom that can be based accommodate. يقول هنا طالما الشحنة السالبة هي عن نيتروجين وهي قدها, خلينا نقول تتحملها, إذا يكون الهجوم على البوزيشن 4 يكون أكثر استقرارية. Specially stable. The electronegative nitrogen atom. It is a reason able, therefore, that nucleophilic substitution occur more readily on pyridine ring than on the benzene ring. هذا يجيك في جزء بالامتحان, يقول لك الهجوم النيوكليوفيلي هي الأكثر استقرارية أو هي الأكثر سرعة على حلقة البنزين. لو على حلقة البريدين تقول لا, على حلقة البريدين أكثر استقرارية أو أكثر سرعة. At position 2 and 4 position that at the position, ويكون وين؟ على position 2 وأربعة أكثر ما يكون على بوزيشن 3. هذا المحاضرة انتهت. إذا واحد عنده سؤال أني أجاوب. دكتور؟ نعم. يعني حلقة البنزين تكون ذرة النيتروجين ما متقيدة, يعني ما مو داخل الستركتشر, تكون تكون خارج الحلقة, ولهذا يكون تأثيرها أقل. بينما بالبريدين حلقة النيتروجين وين؟ ضمن الحلقة, فيكون تأثيرها أكثر ضمن الستركتشر. اي تمام. هي شوية انت صعبة بس من تقرونها بسيطة ما بيها شيء. اكو واحد عنده سؤال لو نروح على العملي؟ يلا خير ان شاء الله. العملي هالساعة اريد بس اشرب لي جلاس ماي, اسمحوا لي. دكتور ناخذ راحة دقيقتين. اي اخذوا دقيقتين, ما اشرب ماي, اشربوا ماي ارتاحوا دقيقتين ونستأنف العمل ان شاء الله. خلصت الدقيقتين لو بعد دكتور. النظري, محاضرة النظري خلصت؟ خلصت نعم, انهينا النظري, صار نبدي بالعملي. انطينا دكتور تاخذ حضور لو؟ اي طبعا نهاية العملي ناخذ حضور عملي ونظري سوا. دكتور احنا استضافة فناخذ عملي بالمواصل نبقى لو اذا نندا. والله الاستضافة كم واحد انتو؟ والله دكتور موجودين بكركوك وبالمواصل يعني تقريبا أكثر من 10.
تحملون هالعشر دقائق تحملونه تمام دكتور تحملون ارتاحوا شوية والعملية هم استفيدوا منه تمام ما عليه شيء يا الله عافية هسه خلصت الدقيقتين يا بلال بلال يا ابو بلال خاف يعتب علينا يقول انطيتونا دقيقتين وما كملنا بعد دكتور بعد ما كملنا دقيقتين يا الله خليك مل خليك مل ان شاء الله نقدر نسويهم ثلاثه دكتور نعم شو وقت امتحانات الميد والله تحدد العماد يعني ما اعرف مشكله هم يقررون ويصير امتحان الميد ان شاء الله خير وين بلال نعم دكتور ايش كم محاضره ناخذ الكورس كامل والله خير بركة بركة يا عهد بس يعني أقل من الكورس الأول بس أعقد صعب بس شوية معقدة صعبة تريد لأن مادة جديدة عليكم على الهيتروسايكليك تريد شوية تطبيق وقراءة زين إن شاء الله يا هلا وأنا بلال يا بقولها صارت ساعة راح يجوز يتعشى بلال وعافنا دكتور صارت خمس دقائق يلا راح نبدي طلعوا لي محاضرة العملي خلوها قدامكم اللي عممها عليكم بلال قبل يومين Practical Organic Chemistry Second Year Second Semester Title Identification of Carboxylic Acid يعني هنا شو نسوي تشخيص الحوامض الكربوكسيلية احنا قلنا عندنا حوامض كربوكسيلية وعندنا حوامض معدنية المعدنية مثل الـ HCl الـ H2SO4 الـ HNO3 هذه يسمونها مينرال اسيد بينما الحوامض الكربوكسيليه هي دائما تكون اورجانيك اسيد حوامض عضويه اورجانيك اسيدز ايش تحوي الحوامض الكربوكسيليه على مجموعه الكربوكسيل اللي هي سي او او اتش كل الحوامض الكربوكسيليه من اسمها تحوي على مجموعه الكربوكسيل اللي هي سي او او اتش فيعني تابعوا وياي شباب بس تابعوا وياي راح اقرا واشرح لكم اياها النظري كاربوكسيليك اسيد ار اورجانيك كومباوندز الحوامض الكربوكسيليه هي شنو حوامض عضويه ذات هاف ا كاربوكسيل جروب اللي تحوي كاربوكسيل جروب اللي هي سي او او اتش او سي دبل بوند او او اتش اتاتشد تو هيدروجين اما تكون هيدروجين يعني تتكئ او تجاور اقلها مجموعه الهيدروجين اتش سي دبل بوند او او اتش اور to the alkyl group اللي هي R C O O H or to the aryl group اللي هي I R C O O H as below هنا منطيك هذا below هذا شوف هنا هذه المجموعة هذا الكربوكسيل هذا هنا تتاج تتكي أو تجاور الهيدروجين هذه المجموعة الهيدروجين اللي هو حامض الفورميك أسيد أو هذا هنا الثاني تتك على مجموعة الألكيل اللي هي R أو مجموعة الأريل اللي هي IR هذه الحلقة الأريل يعني حلقة هذه كلها حوامض كاربوكسيلية they may be monocarboxylات أما تكون تحتوي على monocarboxyl مثل البنزويك أسيد أو حامض الخليك اللي هو CH3COOH هذا mono يعني مجموعة كاربوكسيل واحدة such as formic acid اللي هسه قلنا هذا الفورميك حامض الفورميك هذا اللي هو HCOOH هذا أول واحد هذا الفورميك أسيد هذا حامض الفورميك نسميه
فورميك أسيد، هذه كل المجاميع تحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة COH أو ملتي كاربوكسيلات، عديد الكاربوكسيلات اللي هي مثلاً such as oxalic acid. الأوكسالك أسيد يحتوي مجموعتين COOH وتجاورها COOH أو أنتسكسينك أسيد. سكسينك أسيد أيضاً مجموعتين COOH COH بيناتهم CH2، هذه يسمونه سكسينك. الأوكسالك لا، المجموعتين مرتبطة سوا، COH مرتبطة بها COH مرتبطة سوا الأوكسالك. And more than two hydroxylated such as lactic acid، هذا اللاكتيك يحتوي على مجموعتين وبيناتهم مجموعة كحول OH يسمونه لاكتيك أسيد، اللي هو حامض اللبنيك موجود باللبن وموجود تولد بالعضلات، يحرق الجلوكوز السكر يتحول إلى حامض اللبنيك اللي هو لاكتيك أسيد أو على شكل لاكتات، لاكتات يعني لاكتات الصوديوم ولاكتات الكالسيوم إلى آخره. and citric acid حامض الستياريك اللي هو شنو، يحتوي على ثلاث مجامع حامض الستياريك COOH بيناتهم CH2 والنوب بالوسط COOH والنوب بيناتهم CH2 وCOOH، ثلاث مجاميع كاربوكسيل. وهذا الحامض الستريك وين؟ بالليمون. شوف الليمون ليش حامض؟ ها؟ لأن يحتوي على ثلاث مجاميع. شو تقولين يا رماح؟ اي دكتور. ها؟ نعم دكتور. أهل الفلاحين من نزل هذا الصندوق مال الليمون هو حامض الستياريك، يحتوي على ثلاث مجاميع COH، ولهذا تشوف حامض جدا، بينما الأوكساليك والسكسينك مجموعتين تكون أقل حموضة، واللاكتيك مجموعتين ويا الOH أيضا أقل، والبنزويك أسيد مجموعة واحدة أو الأسيتيك أسيد حامض الخليك مجموعة واحدة، ولهذا تكون أقل حموضة. زين هنا بعدين نجي منها الأقوى. دكتور يعني قد ما تزيد المجاميع تزيد الحموضة؟ قد ما تزيد المجاميع تزيد الحموضة، لأن بدال أن ينطي بروتون واحد إيش زائد ينطي ثلاث بروتونات، فيصير حامض جدا. زين سكسينك and more than two hydroxylates such as lactic acid and citric acid or maybe aromatic، ممكن الحموضة الكربوكسيلية تكون أروماتية، أروماتك مثل such as benzoic acid and salicylic acid، حامض السالسالك اللي هو COOH وياها OH موقع الأورثو، حامض السالسالك اللي نحضر منه الإسبرين، حضر منه الإسبرين. They are special properties are attributed to the proton of the carboxylic group، لهم صفات خاصة هذول الحامض الكربوكسيلية اللي هي قابليتها لإعطاء البروتون. أي حامض شقد يعطي البروتون بسهولة يصير حامض قوي، شقد يعطي البروتون بصعوبة يكون حامض ضعيف. الحامض الكربوكسيلية بشكل عام حامض ضعيفة، ليش؟ لأن ما تنطي البروتون بسهولة، البروتون مجاور له شنو؟ ذرتين أكسجين ذات سالبية كهربائية عالية، ما تنطي البروتون اللي هو بوزيتيف بسهولة، فتشوف تشلب بالبروتون ما تنطي، يصير شي يصير شنو؟ يصير الحامض ضعيف، ولهذا الحامض الكربوكسيلي أغلبها حوامض ضعيفة. بروتون كربوكسيل جروب مونو كربوكسيليك أسيد آر ويك، شوف الحامض اللي تحتوي على مجموعة واحدة مونو، وإحنا قلنا عندنا مونو عندنا تريبل وعندنا داي، أو نقول مونو داي تريبل، المونو تكون حوامض ضعيف لأن بروتون واحد تنطي مثل حامض البنزويك. مونو كربوكسيليك أسيد آر ويك أسيد حوامض ضعيفة except formic acid، عدا حامض الفورميك which is the strongest اللي هو يعتبر أقوى الحوامض، حامض الفورميك، بس حامض الستريك أقوى منه. ليش؟ من يقول لي ليش حامض الفورميك حامض ضعيف؟ أحد يعرف؟ إن دكتور البروتون واحد صعب يمنحه؟ لا هو من السهولة أن يمنحه، بس ليش يكون قوي حامض الفورميك اللي هو هذا؟ شوف حل الحل الكامل، هذا حامض الفورميك اللي هو H C double bond O O H. دكتور حل التحلل الكامل ليش؟ شلون يتحلل تحلل تحلل كامل مو جزئي؟
لا لا مو هذا مو هذا في درجة دكتور ها دكتور لأنه كلما تقل عدد ذرات الكربون ليش يا قيسية دكتور لأنه كلما تقل يعني عدد الذرات الكربون يكون أقوى لأن يصير عندنا الشدة الحلقة اللي أخذناها بالبداية مو حلقة لا حامض الفورميك ما بي حلقة هو مو حلقة ما بي حلقة لا لا هو حامض الفورميك حامض اللي فاتي هو حامض الفورميك لأنه بيقدر الكربون بعد دكتور لأن هي يعني بس مجموعة كاربوكسيل وحدة هي حتى لو كان عندي مثلا هسه عندي حامض البروبان شوفوا عليه حامض البروبان CH3 CH2 C double bond OOH ايضا واحده وبينما حامض الفورميك H C double bond O ما عندي يعني مجموعه ولهذا يكون حامض الفورميك قوي بينما حامض البروبانويك اقل قوه ليش دكتور لان هاي بها مجموعه يعني R وهذه H بالعكس يعني وشنو هال سهوله ينطل H بسهوله يا على انه كل ينطل شنو السبب يعني ليش يا رماح يا الله هل يعرف دكتور لان الدروب صار حاليا حرك الدكتور دكتور القطبيه عاليه الكترودونيتنج في القطبيه البولاريتي لا مو هاي السبب دكتور لان ريليز الكترون على الكل جروب ريليز تو الكترونز لا مو يعني يعني ما حدا يعني انت قربتوا من الحل احنا عندنا مثل اذا نسوي مقارنه بين البروبانويك اسيد اللي هو CH3 CH2 COOH وبين حامض الفورمويك اللي هو HCOOH هذاك عنده CH3 CH2 وهذا عنده H مكانين CH3 CH2 هذه مجاميع دافعه للالكترونات وين تدفع باتجاه مجموعه COOH باتجاه مجموعه الكربوكسيل جامد مادة كربوني. تسوي شحنة سالبة قوية ما تنطل بروتون بسهولة بينما هذا عنده هيدروجين واحد وحده ما بي بس CH COOH ما يدفع كل شيء فيصير ينطل بروتون بسهولة واضح؟ واضح ليش؟ ايه دكتور واضح اعيدها لو واضحة واضح دكتور يا عافية دكتور عيدها اعيدها هناك بس CH3 CH2 COOH عندنا CH3 CH2 هذه بالحث تعطي الالكترونات باتجاه COOH مجاميع يعني شو نقول دافعه للالكترونات تحث الالكترونات فمن تعطيها ايش راح تكبر تحت تكبر الشحن السالب على COOH ما تنطل الهيدروجين بسهوله لان شحن سالبه قويه تشلب بالهيدروجين بينما بالفورميك اسيد ما عنده بس هيدروجين الهيدروجين ما بي اي دفع الكتروني ضعيف فتشوف سهولة يعطي الهيدروجين لهذا يعتبر حامض الفورميك حامض قوي زين شن نقول R attributed to proton of the carboxylic group monocarboxylic acid R weak acid except formic acid which is the strongest الأقوى the tendency of the alkyl group شوف هنا ضحك عليه ضحك هنا جواب the tendency قابلية the tendency of the alkyl group to release electrons weakness the acid يعني قابلية المجاميع الدافعة للإلكترونات تضعف الحامض release the electrons weakness ضعف weakness the acid لا شنو يقول ما ينطل الهيدروجين أو البروتون بسهولة reactions of carboxylics are related to هنا بهذا الستار جوه نهاية الصفحة reactions of carboxylic acid بس بحولتها هذول الأطفال بالله بس دقيقة واحدة
آسف جدا. Reactions of carboxylic acid are related to تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية تعود إلى أول شيء the proton as in salt formation، تعطي البروتون في حالة تكوين الأملاح. اثنين removal of the hydroxyl group، إن أما تنطي بروتون في حالة الحوامض أو تعطي شو اسمه مجموعة الكربوكسيل كلها removal، زولة تزيح تجيب مكانها واحدة أخرى، أو أول OH فقط تعطي يعني. أما تنطي H أو تعطي OH أو المجموعة الكربوكسيل كلها تنزح تصير مكانها مجموعة أخرى. هذه التفاعلات مع الحوامض الكربوكسيليك. The proton is salt formation removal of the hydroxyl group as in the conversion of functional derivatives such as esters, amides and chloride. Substitution of either in alpha position in aliphatic acid or in meta position in aromatic acid. يعني يصير تعويض بها، يقول لك في موقع الفا في حالة المركبات الحوامض الأروماتية أو في موضع ميتا بالنسبة للحوامض الكربوكسيل. يعني هذه تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية تعود إلى هذول الثلاثة اللي قلنا لهم، أما تنطي الهيدروجين بروتون أو تنطي الأو إتش أو كل المجموعة تبدل مجموعة أخرى. أقل بويا يصاف حرق مثنين بروسيجر. هنا البروسيجر عندنا شلون نكشف عن الحامض موجود، شلون نقول عندنا هذا حامض كاربوكسيلي موجود مو حامض معدني ولا قاعدة ولا شيء. عندنا يسمونه جنرال تيست. جنرال تيست هنا دا أحكي بصفحة رقم 2. جنرال تيست أو يسمونه فيريك كلورايد تيست، يسمونه اختبار كلوريد الحديديك. فيريك كلورايد تيست، الفيريك كلورايد مسحوق يعني بني جوزي، خلينا نقول شلون مسحوق القهوة يصير نخليه ويا الماء، هسه نجي نخليه ويا الماء ينطيني محلول على شكل أصفر يعني مثل شربة البرتقال الشاحب. هذا المركب هو يعتبر ستندر للكشف عن الحوامض الكربوكسيلية وياي. دور الفرق يعني ثلاثة مو؟ حديديك نعم إيه ثلاثة صحيح. يعني عندنا فرك وفرص، الفرص حديدوز ثنائي والفرك ثلاثي. The acid solution حامض المحلول الحامضي should be made neutralized before forming the test with فرك كلورايد solution. يعني شنو؟ يعني احنا اخذنا الحامض يقول لازم نسوي له معادلة، يعني مو الحامض قبل تجيب تمس جوه الفرك، لازم الحامض تسوي له معادلة حتى تكشف عنه. شلون تصير معادلة الحامض بهالاتجاه هذا؟ نضيف له قاعدة. قاعدة يعني نقلل زيد البي اتش مالته. عافية. لا اي زيد البي اتش تمام. اي زيد البي اتش. نضيف القاعدة حتى يصير متعادل. لا حامض قوي ولا قاعدة. يصل البي اتش إلى 7. الليتموس بس يتغير من الأحمر الى البلو، بس يتغير بس يتشسم تغيير نقول تعادل. هسه هذا اقراها وانتم وياي. This يقول the acid solution should be made neutral، يعني متعادل نسوي before performing the test، قبل ان نبدا بالاختبار. والفريك كلوريد قبل ان نبدا بالتجريب بالكلوريد الحديديك solution. This achieved by، هذا شلون نصله؟ by adding a dilute ammonia solution drop by drop with shocking. Ammonia solution اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH، هيدروكسيد الأمونيوم هذا يسمونه محلول الأمونيا NH4OH. هذا موجود بالمختبرات بهذا البطال الجوزية، ناخذ شوية بالتست تيوب أو ناخذ بيكر وناخذ محلول الأسيد اللي احنا ناخذ هنا. يقول لك to a solution of 0.5 gram of acid in water، ناخذ لنا نص غرام من الحامض اللي نريد احنا نكتشفه. شوف هو الحامض كربوكسيلي لو مو حامض كربوكسيلي، ناخذ 0.5 نص غرام ونذوب النص غرام مثلا بمي، يعني 5 ملات مي 6 ملات ماء مقطر ديستل واتر، ونخليه بتست تيوب هذا
هسه صار عندنا ماء مقطر به شنو مذاب؟ الحامض. هذا الحامض قلنا شو نسوي؟ لازم نسوي له معادله، نعادله قبل لا نجرى الاختبار. شو نضيف له؟ نضيف له دروب باي دروب من هيدروكسيد الامونيوم وذ شيكينج، نضيف قطرتين ثلاثه ونخلي ورقه اللتموس، قطرتين ثلاثه ونخلي ورقه اللتموس، طالما هي حمراء يعني الورقه اللتموس اذا هو بعد حامضي. من تبدي تصير ازرق نتوقف صار قاعدي. Of the acid in water until the medium becomes basic as indicated by changing the color of the litmus paper to blue الى ان غير. Or changing اذا ما كان عندنا litmus ما عندنا ورق هذا الشمس شو نسوي؟ نخلي بالسحاحه نخلي هذا NH4 OH ونخلي البيكر بيه الحامض ونبدا نسحح قطره قطره بالسحاحه الى ان يبدي ونخلي الدليل الانديكيتر اللي هو فينول فتالين انديكيتر محلول نخلينا قطرتين بالبيكر فينول فتالين انديكيتر من السحاحه تبدي تقطر راسا يبدي يتحول مع الرج يتحول الى البينك الى الوردي نقف قبل نغلق السحاحه ونخلي على صفحه نقول تعادل تحول من الكلرليس الى البينك او اذا ما عندنا قلنا ورق واذا عندنا ورق شمس بعد احسن ناخذ ورقه شمس نخليها نغمسها هيك بي تتحول الى الازرق اوكي هسه يكون المحلول متعادل هنا اكو خاصيه قد يكون انت خليت زياده من القاعده يعني يكون قاعدي شو نسوي نسخن البيكر او التست تيوب نسخنها شويه حتى تبدي نتخلص من الامونيا الزايده تشوف تشتم ريحه الامونيا الى ان تنقطع ريحه الامونيا بعد ما تشتمها تبطل التسخين خليه يبرد زين. In which case the characteristic odor of ammonia ريحة الأمونيا شوف characteristic odor شم الأمونيا is promoted as mentioned above the solution فوق ال تشوف ريحة الأمونيا تشتم من فوق البيكر. Ammonia should be removed by heating نسخن شوية البيكر حتى تروح الأمونيا تخلص. The test tube until the odor of ammonia is disappeared. نسخن التست تيوب على النار او بحمام ماء شويه هيك تدخين بسيط الى ان نقول ما نشمس امونيا نقول صار المحلول متعادل بحيث انه يغير لنا ورقه العباد الى وين؟ الليتموس الى الازرق. كول ذا سوليوشن هنا نبرد السوليوشن and then add a few drops of ferric chloride قطرات من الفرن كلوريد هذا المحلول الاصفر قبل شوي قلنا يشبه الشربت مال البرتقال شويه اشحب يكون شاحب. Solution to get different colors of solution as precipitated below. شوف هنا من نخلي عندنا عدة حوامض ذول عدة حوامض يمكن أربع حوامض نخليهم كل واحد يعطينا كلر شكل أو تكون كلر متشابه. التفاعل الأول formic acid and acetic acid give red color colored solution. شوف ينطينا الformic acid من نخلي ناخذ بالتست تيوب هو الformic ونخلي عليه قطرات من الفريك كلورايد. شوف رأسا يتحول عندنا راسب أحمر دموي. وكذلك الأسيتيك أسيد اللي هو CH3COH زائد FeCl3 ينتج عندنا هذا خلات الحديد اللي هي CH3CO3Fe أيضا ريد كلام. Succinic acid and benzoic acid give light brown precipitate. حامض السكسينيك حامض البنزويك ينطونه راسب بني فاتح راسب او بني او جوزي فاتح لايت شوف لايت براون بريسبيتيت لايت. وكذلك البنزويك اسيد اثنين ينطونه لايت ولكن ينطون الفورميك والاسيتيك اسيد ينطون ريد كلر السكسينيك اسيد والبنزويك اسيد ينطون لايت براون بريسبيتيت. من تطلع ذي الالوان اذا المحلول اللي عندك او الماء المركب اللي عندك هو صحيح حامض كاربوكسيلي. صفحه رقم 3 شباب صفحه رقم 3 وياي هنا عندنا ساليسيليك اسيد ايضا نجرون نفس الاختبار بنضيف له من الفريك كلورايد قطرات ينطي عندنا فايولت كومبلكس ينطينا شوف هنا نهايه الاجتماع خلوا اف اي انا خاف ناسيها انتم ما شايفين هنا هذه هنا يصير اف اي هنا فوق بالمعادله الفوق دكتور ورا القوس الكبير عافيه ورا القوس يصير اف اي يعني هنا يصير عندنا ساليسا
ايرون سالسالات خلات الحديد او سالسات الحديد زين اللي هو شو يكون فايوليت يكون خلينا نقول يعني بنفسجي فايوليت بنفسجي يعني معقد ما ادري بنفسجي فايوليت الجواري فايوليت هذا انتهينا منه لتموس تيست هذا تيست انتهينا منه الاولي ثلاث تيستات عندنا التيست الاول تاكدنا من الحامض كاربوكسيلي بواسطه الفريكولار التيست الثاني لتموس تيست اللي هو يحول ورقه الشمس من الازرق الى الاحمر اذا هو حامض موجود عندنا يقول small quantity of acetic acid كمية قليلة من الأستيك أسيد dissolved in 2 ml of water then make the test نأخذ شوية من المحلول الحامضي نتأكد من الحامض ونخلي الليتموس بي نحول الليتموس من الأحمر إلى الأزرق أو من الأزرق إلى الأحمر لأنه هو حامض هذا شنو التست الثاني أو solubility in NIH test إذا كان الكربوكسيلية كلها الذوب شنو بهذا القاعدة القوية NIH شوف هنا عندنا مثل البنزويك أسيد نجيب نخليها نضيف لها شنو نضيف لها الـ NIOH راح يعطينا البنزوات صوديوم بنزوات هذا شوف هذا الصوديوم بنزوات هذاك البنزويك أسيد يكون راسب أبيض بينما هذا يكون سائل كلرليس شلون المي بالضبط اللي هو حلقة COONI هذا يسمونه صوديوم بنزوات هذا الصوديوم بنزوات نضيف له قطرات من الـ HCl يرجع يترسب عندنا البنزويك أسيد مرة ثانية حسب المعادلة إذن هذا التفاعل أو الثالث الرابع احنا قلنا العفو أربعة مو ثلاثة أول واحد بالفريك ثاني واحد بالموس ثالث واحد بالسوليوبوليتي ان اي او ايش رابع واحد والأخير شنو الأودر الشم نشم الحامض من ريحة نعرفه وعندنا عدة أمثلة عندنا الفورميك أسيد بنجنت أودر شنو بنجنت؟ من يعرف مثل البنجنت؟ يعني لاذع يعني قوي شوف رأسا من الحامض الفورميك من تشتبك حتى هو بالقوطية مالته أو بالعلبة مالته العفو ريحة مالته شاطرة شوية شاطرة عافية لاذع رأس مخدش أو شوفه ما مقبول الأسيتك أسيد فينجر أودر مثل الخل شلون الخل مال الطرشي بالضبط فينجر سينامك أسيد حامض السينامك فانت بليزنت أودر يعني ريحة منعشة مقبول نوعا مقبول أو فانت يعني مريحة فانت بليزنت أودر لاكتيك أسيد حامض اللاكتيك اللي هو قلنا شنو يعتبر حامض اللبني سور ميلك أودر شنو سور ميلك أودر شنو رائحة اللبن يعني مثل الخمران الفاسد المتخمر فاسد مثل اللبن من المتخمر او الفاسد من اجبور اللي على لان هو المسؤول التخمر لا اجبور يعرفون اللبن لان كلهم يستخدمون اللبن هذا الخاثر بالضبط اللاكتيشن دكتور اي طبعا هذا السور مثل الخاثر بالضبط اجبور يستخدمون الخاثر معه بس الربع لا يجوز ياخذون تريجو كاهي شغلات هذه قيمر ما عندنا شغله ذلك ناس كيف نازكه دكتور اكو واحد عنده سؤال حمضه دكتور اكو سؤال على العملي هذا العمل انت اكو سؤال على العملي دكتور اللي تموت دكتور المعادلات مطلوبه طبعا ها شو عاجل بدون معادلات ما 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 ما, ما, ما سوينا شيء هسه صار عندنا دكتور اللي تموت ايه اصلا موجوده جاهزه بالمختبر موجود عندنا بالمختبر وبالسوق وبالجنط مالتنا موجوده ورقه صغيره هيك تغمسها اصلا هيك ازرق يحول الاحمر يتحول الى ازرق اذا كان قاعدي وبالعكس اذا كان حامضي الازرق يتحول الى احمر يعني الحامض تبقى ورقه الليتموس احمر والقاعده تبقى ورقه الليتموس ازرق وهكذا يعني مشينه مصنوعه ورق خاص مصنع خاص يسمونه ورقة عبادي شمس سموه مال عبادي يعني هي شركة تسوي يعني بس الاسم عجينة مع الورق عجينة وقت تتحسس الحموضة وتتحسس
القاعدية. تمام. بعد هسه صار عندنا ثلاث تجارب اللي هي سبليميشن اخذناها، واخذنا الكحولات تشخيص ايدنتيفيكيشن اوف الكولز، واخذنا ايدنتيفيكيشن اوف كاربوكسيليك اسيد، وعندنا النوب ايضا يمكن تجربتين ثلاثه بعد. اكو سؤال بعد عن عملي؟ راح ناخذ الحضور شباب، راح ناخذ الحضور ان شاء الله، يعني ما افتنا عليكم. ابراهيم ثائر، ابراهيم ثائر عبد اللطيف، ابراهيم جلال، اللي اصيح اسمه خليه يروح يغادر ياخذ راحته. ابراهيم جلال خليل، ابراهيم دياب. نعم دكتور. يا على ابراهيم خذ راحتك ابراهيم. بنيان احمد اوميد، احمد سعدي، احمد صياح او احمد صباح، احمد صباح صالح، احمد منذر، اسامه خالد، اسامه طاهر، اسراء خليفه، اسراء. نعم. اسراء يحيى. نعم دكتور. يا هلا بسراء. آلاء زياد، آلاء وأماني سمير. نعم دكتور. يا هلا بأماني خذ راحت شاني. آمنة بهجت، نعم دكتور. يا هلا بآمنة خذ راحت شاني، خذ راحتك. آمنة ياسين، نعم دكتور. وين نعم. آمنة ما دا اشوف. نعم دكتور. هسه تمام، خذ راحتك. هلا بأمنة. انسام خضير، انسام جاسم خضير، العفو. نعم دكتور. يا هلا بأنسام. نعم دكتور. اخذ راحتك، و آيات محسن، نعم دكتور. هلا بآيات، خذ راحتك. ايناس عباس. نعم دكتور. يا هلا بإيناس، خذ راحتك. آية سامي، نعم دكتور. يا هلا بآية، خذ راحتك. أيوب تحسين، أيوب. نعم دكتور موجود. يا هلا بأيوب، خذ راحتك. براق السام، براق. نعم دكتور. خذ راحتك يا هلا براق. وبكر صدام حسين، صدام حسن، بكر. وبلال. نعم دكتور. شكرا لحضورك. تبارك محمد باشا، نعم دكتور. هلا بتبارك، خذ راحتك. موجودة. خذ راحتك. نعم. ثريا احسان. نعم دكتور. عفوا عادي اخذ حضوري هسه لان راح يبقى النت عندي. نهى. اي ماشي، يلا خذ راحتك روح. ماشي تمام، شكرا دكتور. ثريا احسان، وحسن رشيد، وحسين علي عبد الأمير، وحليم مثاير، نعم دكتور. هلا بحليم، خذ راحتك شاني. حوراء عدنان، نعم دكتور. هلا بحوراء، خذ راحتك. دعاء عباس ياور، دعاء. نعم دكتور. خذ راحتك. هلا بدعاء. ودنيا احمد علي، دنيا. وديانه غصوب، رسل امين بن سليمان،
نعم دكتور. هلا برسل، أخذ راحتك. رسل سعد محمود. رسل. نعم دكتور. هلا برسل، أخذ راحتك علي. ورشة سعد عبد الواحد. رشة. نعم دكتور. وين رشة؟ ماذا أشوف؟ إيه تمام. أخذ راحتك. أخذ راحتك عيني، أخذ راحتك. رغد قاسم. نعم دكتور. نعم. هلا برغد، أخذ راحتك. ورفل حسن ياسين. رفل. نعم دكتور. يا هلا برفل، أخذ راحتك. ورقية جعفر. رقية. دكتور هاي أخذت مني إجازة، تقول مريضة وما تقل اليوم. إيه انطيتها أنت لو ما انطيتها؟ لا قلت له راح أقول الدكتور عبد وأشوف. يا الله ماشي، هذا على منطق تمون. تمام تسلم دكتور. يا هلا. رماح عامر. نعم دكتور. يا هلا برماح، أخذ راحتك. رماح محمود. نعم دكتور. وين رماح؟ نعم رماح محمود. نعم أخذ راحتك. وريام عادل حسن. ريام. ريام. وزبيدة أسعد. زبيدة. نعم دكتور. يا هلا بزبيدة، أخذ راحتك. زهراء صباح. دكتور كنت حاضر وطفل كهربتوي قبل شوية. من أنت؟ نيان إبراهيم. نيان توك جيت أنت؟ والله العظيم قبل شوية طلعت من المحاضرة طفل كهرب. يلا ماشي ماشي، هسه هسه. هلا بالدكتور. هلا زهراء صباح طويسان. زهراء. زهراء قاسم. نعم دكتور. يا هلا بزهراء، خذ راحتك. وزينب حسين خليفة. زينب. نعم دكتور. يا هلا بزينب، خذ راحتك. زينة ياسر. نعم دكتور. وين زينة؟ موجودة دكتور. يا هلا بزينة، خذ راحتك. سارة عدنان. سارة. نعم دكتور موجودة. يا هلا سارة. وسارة هاشم. سارة. نعم دكتور. نعم. سارة. نعم موجودة. يا أهلا سارة. وسارة محمد صالح. سارة محمد صالح. وسحر ثائر. سحر. دكتور. بلال. علي عبد الله يراسلني يقول نعم كان بالنت وطفت الكهرباء وفصل النت عنده وما يقبل يفوت. كمل عود بعدين نشوف انا فين بي هذول. تمام دكتور. ثاير. سحر. ثاير. سحر. سليمان جلال. نعم دكتور. يا هلا بسليمان، خذ راحتك. صالح حسن احمد. صالح. صالح. نعم دكتور. صالح، انت صالح؟ صالح. وظفاف محمد صالح. دكتور هاي سحر ثائر، قبل شوية دعت اسمها ونتيجة. سحر ثائر. وينها؟ ماذا تطلع؟ سحر. ظفاف محمد صالح. ظفاف. طيف خوام. طيف. نعم دكتور. نعم دكتور تسمعني؟ طيب اسمعك اسمعك. دكتور هاي سحر. وين سحر؟ ماذا يطلع الاسم عندي؟ سحر. سحر. موجودة دكتور. يا الله يا هلا بسحر، خذ راحتك ماشي. عائشة خالد. عائشة. نعم دكتور موجودة. هلا بعائشة، خذ راحتك. عبد الله أمير طلب. نعم دكتور. هلا بعبد الله، خذ راحتك. عبد الصمد عبد الله. نعم دكتور. يا هلا عبد الصمد، خذ راحتك. عبد الباسط عبد الرحمن. عبد الباسط. عبد الخالق احمد حسن. نعم دكتور. يا هلا عبد الخالق، خذ راحتك. عبد القهار حسن. عبد القهار. نعم دكتور. هلا عبد القهار، خذ راحتك. نعم دكتور. اسمعك موجود. جدك عبير محمد علي. عبير. نعم دكتور موجودة. تمام تمام.
عقيل نجم، عقيل علا عبد الباري. نعم دكتور. يا هلا بعلا، خذي راحتك. علي نسيم. علي. نعم دكتور. نعم. جيت متاخر بس قبلتك النوم تجي من وقت. اي والله دكتور، المحاضره شويه ما هذا الرابط ما موجود. دير بالك النوم ان شاء الله. ان شاء الله على دكتور. علي حسن اسود. نعم دكتور. وين علي؟ هيا ماذا اشوفك؟ لوح لي دكتور. طلع اسمي؟ لوح لي بايدك ما طلع. يعني شلون افتح كامل او شيء؟ اي هسه اي افتح كامل ليش؟ لا علي دكتور وجهي ما يساعد حاليا. لا حلو انت علي حسن اسود. احلاهم انت احلاهم. علي سامي بدوي. علي. علي سامي بدوي. نعم دكتور. وانا نعم دكتور. يا جبل. هلا يا دكتور موجود. يا الله هلا شوف شي خاف شي نايم. لا لا والله دكتور بس النت يمي ضعيف. يا هلا علي روح خذ راحتك. علي طوفان. علي طوفان. وعلي عبد الله حسون. حسون. دكتور هو هاي قلت لك طفت يم الكهرباء وطلع. يعني هو ها يعني على مسؤوليتك بلال؟ على مسؤوليتي دكتور ويقول اطلب من فيمام وما يطب. يا الله ماشي هذا خاطرك حتى لا محاضر. يلا ماشي. تسلم خاطرك دكتور. على بلال شو نسوي انت تعبت ويانا لك حق علينا. وعلي علي عبيد. نعم دكتور. يا هلا بعلي خذ راحتك. وعلي عدنان. علي عدنان. عمر عبد العال. وعمر فاروق شلاش. وعمر محمد يونس. وعهد حسن احمد. نعم دكتور. عهد. نعم دكتور. يا هلا بعهد. وغازي محمد خليفة. غازي. وفاتن صلاح الدين. فاتن. نعم نعم دكتور. يا هلا فاتن خذ راحتك. فاطمة زياد. فاطمة. نعم دكتور. وينها فاطمة؟ نعم دكتور. يا هلا فاطمة خذ راحتك. فراس أصباح. فراس. بلي دكتور. وينها فراس؟ بلي دكتور. يا هلا فراس خذ راحتك. قبس رعد إسماعيل. قبس. 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 قيسية. نعم دكتور. يا هلا بقيسية خذ راحتك. محمد إبراهيم حميد. محمد. محمد إبراهيم حميد. ومحمد صبحي. دكتور اسمي دحتين. محمد أركان. نعم دكتور موجود. محمد صبحي. محمد عبد الوهاب. دكتور سجلتني حضور أنا ضعيف يمي. محمد أركان روحي. محمد صبحي. محمد عبد الوهاب. مروه. مروه. نعم دكتور. مروه. يا هلا مروه خذ راحتك. تمام. مروه عبد الرحمن. نعم دكتور. نعم دكتور. مروه ماذا اشوفك؟ نعم مروه عبد الرحمن وين؟ نعم دكتور موجوده. ماكو ماكو. وين يا مروه؟ موجوده دكتور. هسه مروه صفاء موجود بس مريم رعد خنفر. مريم رعد. نعم دكتور. نعم دكتور. وانا مريم رعد.
موجودة. والله ما دا أشوفك. إيه هسه تمام تمام مريم رعد حاضرة خذ راحتك. مصطفى ماجد نعمت. مصطفى ماجد. مصطفى محمد أحمد. نعم دكتور موجود. يا هلا مصطفى خذ راحتك. منار ربيع. منار. نعم دكتور موجودة. يا هلا منار خذ راحتك. مها حسين علي. مها. مها. موج. موج مؤيد لطيف. نعم دكتور موجودة. نعم دكتور. يا هلا يا هلا موج خذ راحتك. ميزر ميسر. ميزر. ميزر. ونهى يمكن قلناها قبل شوي نروح نعطي لها مجال. نور سامر عزام. نور. نعم دكتور. جيتي متأخرة يا نور. جيتي متأخرة. نور كان. أعتذر. نعم دكتور. نور كان. نعم دكتور. أيضا جيتي متأخرة. نمت على الوقت. يلا ماشي خذ راحتك. هبة كمال. هبة. هبة. وياقوته. نعم دكتور. ياقوته حامد. نعم دكتور. وين ياقوته؟ ايه موجودة. تمام ياقوته خذ راحتك عين خذ راحتك. ويعقوب وليقنبر. يعقوب. يوسف اكرم. نعم يوسف. دكتور. نعم. وين يوسف؟ موجود دكتور. تمام يوسف. ويوسف شهاب محمد. يوسف شهاب. وأسماء عباس. أسماء. نعم دكتور. نعم دكتور. يا هلا بأسماء أخذ راحتك. ريم قيس فرحان. ريم قيس. ريم. نبأ أحمد خضر. خضير. نبأ. نعم دكتور. نبأ. وين نبأ؟